ضبط دولة يا ناس بدراعي وحرب برا الجنب بتاعي. احمد عادل الفارس الاول عادل عند الايام على كل وش عملت علامة. والتحية للدنيا كلها فيكو الدخلاوي. انا مش خايف من حاجة الدنيا دي مش محتاجة انتبه دي يا صاحبي سزاجة هتعوزني تدوس تاكيد مش خالصة ومش هنبادل انا جيت ازاي بتجادل الفارس الاول احنا عادل فارس الباب الجديد الباب الجديد هنا مليون باب دخلت تدعي استرا يا رب من النهاية ممنوع تجاب ما تجيش معاك انك جبروت ما تجيبش ورا من اي كتايب الباب الجديد طلعت في الصايد الدنيا تدفع لينا ضرايب متسلحين على خط متسلحين على خط الموت انا عشت طيب قلبي بتبدي عاملين جبابره بساعد غبتي انا الحرب امرت حبيبتي ويوم ميلادي ضربوني خراطيش صحيت لقيت الخليط يابا شفت الكلاب كلها متسببة زعيم على اي عصابه مش فارقة ميت ولا عايش الباب الجديد طلقات طلقات تملأ نجوم الدنيا سطعة الهجوم بنحس بمتعة اسأل علينا كل التاريخ اسطورة فوق كل الاساطير على بابا ممنوع التصوير ممنوع دخول اي شرير الباب الجديد قاعدة صريخ الباب الجديد قاعدة صريخ انت معادل عندنا ياما على كل وش عملت علامة ده يوم تلقوا بالف سلامة نضرب طرق ونفرد زروق الفارس الاول زعيم مدنته ممنوع تقرب من سكنته يبدا وشوشكم لو جندل يا عيل عوي لو كبرتوا خلوص عملت صمتة وخدت فلوسة جات لي نعمة زي حرفوس كل الحمال انا كنت كابوسة هنا تبقى معايا كسبانة رنوا عليا وقالوا عاوزينك بعدت عنا ومش شايفينك مل من حيحلوا سنينك سابقين يا فارس وانت سابقين يا فارس وانت وراك دول مل من وهروح عبادهم حد القلوب زود في مرضه ده المرشد لمهم اغراضه فاكر اني رايح ادخل كابش عليه ورحت في نص دقيقة ولب سواد وشوشة مضيئة ما كانش ظني اخش بدقيقة اخر المكافأة صاحبي كلام يوم النهاية طلعت براءة كأنه عدم حمل بقاء لو حد فيكو عاوز يتشاقى يجيني وانا اوريكو يا مرشدين طبقات واخر قلت خلاص بلهت يا كتير نسوانكو قبلت على سرائركو اخركو على بطنكو حتناموا اخركو على بطنكو حتناموا طيح على اشرار في طريقة ده عيال برشامة زيقة لو سلكت للي خليقة كان ممكن يبقوا حاجة اللي ده في حكاية اول ما تحط معايا ده انا لو حطني في جناية هبعتهم على تلاجة يلا بنعزك الروح يعني الجريح هيداوي جروح هنشوفوا مين راح تطلع روحه من هنا فارس وبيتنطط بموت في قلبي مدم مقروطة عمال بشوف اسلحة مظبوطة الدنيا دي الغلطة بموتة مش دايما ليك لو عشت تخطط مش دايما ليك لو عشت تخطط ممنوع دخول ايوه اسطورة خصمنا يتشالوا في مقطورة بعيال مريضة وشدة تطورة وشدة بيسا وجاية معاها فاكر اني هبت وجدت الاخر عالدغري مش هنزح والداخل اسود قلوب من نوع الفاخر ومن نهاية مش طلبها مش كل حاجة بتيجي صرصارة انا عمري مرة ما جبت الورا ودوني على بدلة مسارة كل عمري واخد على العيب وضربت دولة يا ناس بدراعي وحرب برا الجنب بتاعي كل الكلام لسك مش واعي هتروحوا فين والله حجيبي القلب ميت عشت بطولي انا اللي بلعب وتبصولي انا مش جايلكو جايب اسطولي لوحدي بس وقاته كتيبة لوحدي بس وقاته كتيبة لو اي نسر فرد بجناح لو اي وحش سن سلاح هتروحوا فين لازم ترتاح الفيفا جت عاوز اللعيبة الفيفا جت عاوز اللعيبة الباب الجديد ده قلب مساوي الابلاك كتير ياما ناس بتحاول طول عمري جوه الشغل مقاول ايما انت انا شغال خدام برضو ان اي مقاتل فينا نمسك ده تمسكوا سكينة الدنيا هنا خالصة المعنينة اليمنى واحنا سيدنا تمام لعبت كده في الوقت الضايع عليا انا جاي تعمل صايع قلوبكوا هنا ناخدوها ودايع ساعة الحروب ما فيهاش تقدير ساعة الحروب ما فيهاش تقدير حزوا عباء وتدخن زارة انت انا جاي تاخد دارة اسحالي انا فوري شعورة اسأل عليا انا الشرير طب اسحالي انا حنفوت في حديد
انا دمي من باب الجديد، المهنة فارس مستقيم، ممنوع معاي الخلق الجادي، بحر الرجولة دايما فيار، وقت الهجوم يتشد سنان، فارس الحروب عامل استعداد، الفارس الاول احمد عادل، باب الجديد على اي ممارس، برج الرجولة وبيبني مدارس، الشبل فارس وابن فارس، فارس ادم احمد عادل، في حروبنا ياما بتروح ارواح، ترسانة تضرب اي سلاح، كنت صار والدي الرماح، العمر واحد والرب حارس، احمد عادل ابو ادم اجيا، بالمس مس على هيئة نازية، الباب الجديد هيئة معلية، بالمس بالحب على الفارس، ادم احمد عادل الدين، امور هيحضر لك انسين، الباب الجديد لما تترن، مفيش حد بيمشي شمال، اسمك يشرف اي مكان، ارض العنب جد الابطال، بطل السنجر ابو جمال، جاي من جهة التوال، حمو بوس يا سيد المعارك، الدنيا بيسد الوشال، ممنوع معاه الناس تتعارك، رجولة من يومك يا كبير، حسام السعيد رئيس في مكانته، الدنيا تشهد على جدع انت، الدنيا دي على مكانته، ومن نهاية طول عمره كبير، احمد الفارس الاول، مثال البلدوزر جاي بطار، الباب الجديد الهيا العليا، وقت الحروب لازم تتحول، على حمو بوس السيد، مودي امين كروان ابو مين، شبحنا في جد خلاوي، توزع عدو زي